أقام منتدى الرصافي مؤخرا بإقليم كردستان العراق وتحديدا في مدينة أربيل أقام أمسية ثقافية لكوكبة من كوادره التربوية، ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد ولتهيئة حلقة التواصل بين الآخرين استعدادا لاستقبال العام الدراسي والدراسة بأجواء مفعمة بالأمل. تقريرنا من هناك نتابع. أمسية ثقافية ممتعة رعاها وأقامها منتدى الرصافي للكفاءات بحضور نخبة مميزة من كوادره التي عملت على مدى سنوات النزوح الطويلة من أجل مستقبل هذه الأجيال. منتدى الرصافي للكفاءات دائما تكون عندنا يعني حلقات للتواصل، حلقات للخروج من الجو الروتيني، فحبي ارتأى المنتدى الرصافي أنه اليوم يكون لنا لقاء بمناسبة يعني بداية العام الدراسي الجديد. أقام منتدى الرصافي للكفاءات أمسية ثقافية شعرية لكوادره التي عملت منذ 3 سنوات مع النازحين وقدمت الكثير من نسب النجاح العالية. هذه كانت دافع لمنتدى الرصافي أن يقوم بأمسية شعرية لكوادره. الحفل الثقافي تخللته فقرات ترفيهية من شعر ومسابقات أضفت جوا من البهجة والسرور على كل من شارك في هذه الأمسية. الذي أطلق على الشاعر ثابت بن جابر وهو أحد الشعراء الصعاليك. من خلال أيضا وبالتعاون يعني من خلال المشروع العربي ومن خلال التعاون مع منتدى الرصافي أقيمت عدة ندوات لتثقيف المعلم والمدرس، كان لها دور كبير في تهيئة الكوادر التدريسية ويعني وتنشئتها في سبيل أنه لأجل مصلحة الطالب طبعا طلابنا الأعزاء. نتمنى إن شاء الله تكون هاي بذرة خير وشمعة في سبيل المضي قدما لعام دراسي مكلل بالنجاح إن شاء الله، ونتمنى للجميع إن شاء الله الموفقية والنجاح. والله أمسية رائعة، ومثل دائما المنتدى يحضر لنا أشياء حلوة وسباق بكل شيء جميل ومفيد، ودائما احنا حتى الأشياء اللي نعرفها دائما يكون بها تفكير للكوادر، وإن شاء الله تكون مفيدة وممتعة، ونتمنى إن شاء الله تكون عام دراسي جديد وناجح مثل الأعوام السابقة. يمينك عصبي سالي تصير إذا مو شوق بعصدق ما يجون، ويا يريدك مو على يد الحلال اللي من مصف بقدر يسعدون. ألف شكر لصاحب الفضل والكرم الأمين العام للمشروع العربي في العراق الشيخ خميس الخنجر. نحو عام دراسي مميز آخر تسعى هذه الكوادر التدريسية من خلال سعيها الدؤوب على بذل كل الجهود لإنجاح العام الدراسي الجديد نحو مستقبل مشرق لعراق مزدهر جديد. لبرنامج شمس الفلوجة، بشير الحسن. إذن مشاهدينا، للحديث أكثر عن أجواء استقبال العام الدراسي الجديد في منتدى الرصافي للكفاءات، وأكيد كل هذا يتحدث به معنا عبر الهاتف من أربيل دكتور منير عويد مدير منتدى الرصافي. دكتور منير مرحبا وصباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بك أستاذ محمد وكل مشاهدي قناة الفلوجة. أهلا بك. يعني اليوم احنا نتحدث عن العام الدراسي الجديد، العقبات التي تقف أمام الطالب، أكيد هناك من رجع إلى مدنه التي نزح منها وهناك من بقي في مناطق النزوح، كيف هي استعدادات يعني المنتدى وكيف تذللون هذه الصعوبات لهذه الكفاءات؟ نعم، نظم منتدى الرصافي للكفاءات أمسية ثقافية فنية جمعت الهيئات التدريسية والتعليمية لمدارس الرصاف النموذجية. تخلل هذه الأمسية كما تعلمون العديد من الفقرات والمشاركات المتنوعة. حقيقة أن منتدى الرصاف ينظم بين فترة وأخرى أمسيات وورش تدريبية وندوات
تثقيفية لكوادري، خصوصا مع بدأ العام الدراسي الجديد لتستقبل للدخول العام الجديد بهمة وعزيمة، مما يؤثر إيجابا على العملية التعليمية. كما تعلم ويعلم الجميع، قال الأمين العام للمشروع العربي الشيخ حميد الخنجر أن مدارس الرصاص الباقية حتى عودة آخر نازح. نعم. تم تفعيل بالبدء بمشروع 100 مدرسة التي افتتحها وأطلقها الشيخ في كثير من محافظاتنا المحررة. حقيقة منتدى الرصافي كانت له خطط وهي التواصل وإدامة التواصل مع التدريسيين الكوادر التعليمية والتدريسية وربطهم بآخر ما توصل إليه التكنولوجيا وطرق التدريس الحديثة وعمل المنتدى في السنوات السابقة، ويعمل في المستقبل لتدريب أكثر من 1000 كفاءة تعليمية وتدريسية من داخل مدارس الرصافي وخارج مدارس الرصافي النموذجية. هذه الخطة هي من أجل إعداد تدريب هذه الكوادر لتكون حافز قوي لهذه الملاكات التعليمية والتدريسية في إيصال المادة العلمية إلى جميع طلبتنا الأعزاء وتحقيق نسب نجاح عالية في، ومثل ما تحقق في مدارس الرصافي في السنوات السابقة وفي هذا العام لتحقيقهم المراتب العليا لتحقيق نسب النجاح العالية في مدارس النازحين ومدارس المحافظات. طيب دكتور، يعني الأمسية كانت فقط للكوادر التدريسية ولا يعني كان فيها طلبة؟ وإذا كانت فقط للتدريسيين، ما هي يعني استعداداتكم أو مبادراتكم لطلبة مدارس الرصافي؟ نعم، هذه الأمسية هي كانت لكوادر مدارس الرصافي حصرا. نعم. تخللتها ندوة ثقافية للدكتورة ضحى التي أوجدت فيها الاهتمام بالوقت وأن الوقت مهم، فكانت بحق أمسية راقية استفاد من عدها الكثير من الملاكات التعليمية والتدريسية، ومن هذه كانت الأمسية من أجل أن تكون خطة عمل لمدرسينا في العام الدراسي الجديد الذي إن شاء الله يكون عام الخير ونجاح وتحقيق نجاح عالية في المستقبل إن شاء الله. طيب دكتور، نحكي شوي عن المدارس. نعم. يعني استعداداتكم، أبواب القبول لا زالت مفتوحة. إحنا نعرف أنه كل سنة تصير هاي يعني الإقبال، يصير الإقبال كبير على مدارس الرصافي، ويعني المدارس ما تكفي العدد. هالسنة أيضا أكو ضغط عليكم بهذا الاتجاه، يعني استعداداتكم بهذا الموضوع أيضا. حقيقة منتدى الرصافي يهتم بالملاكات التعليمية والتدريسية، تدريبها تطويرها. فقط الملاكات، إن كانت ملاكات مدارس الرصافي أو ملاكات المدارس الأخرى حتى في المحافظات، لدينا نعمل على تهيئة هذه الكوادر، لكن قبول وخطط المدارس هي من اختصاص المكتب التعليمي في المشروع العربي. نعم. إذن نتمنى لكم كل الموفقية والنجاح لحضرتك ولكل الكوادر المبدعة في مدارس الرصافي. دكتور منير عويد، مدير منتدى الرصافي للكفاءات، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.